مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. اليوم مع اخي السعيين راح نتكلموا على هذه حاله الغرق هذه، كيفاش نتفاداوها وكيفاش نتعاملوا معها. نعطيك الاخ يزيد حصيله في يعني 2016 تقريبا كان عندنا 124 غريق. يعني كي نقولوا كلمه غريق يعني ضحيه متوفاه. لازم تسقسيه وراك رايح، مع مالك رايحين؟ بابا رايح مع اصحابي للبحر، وراكم رايحين؟ قول لي وراك رايح، لازم تعرف، لازم كذا. احنا كاولياء مسؤولين على ابنائنا، على فلذات اكبادنا، واكيد انه الاب والام يعرفوا ميزات الابن تاعهم. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهه لكم يا اولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم، هو كيفيه اسعاف وانقاذ الغريق. كنا في شاطئ نادي صنوبر وبارك الله فيهم الحمايه المدنيه، في ظرف 5 دقائق كانوا خرجوا السيد ما بالبحر. باسكو احنا عندنا طريقتنا كيفاش نقربوا للغريق، باسكو الغريق هو في حد ذاته يكون هكذا يعني. يكون في صدمه حيجيب داك هذه اكيد. احنا واش نتمناو؟ انه ولادنا عمرهم ما يغرقوا، عمرهم ما يديهم البحر ولا يكونوا ضحايا غرق. اذا نردوا بالكم يا اولياء، السباحه في الشواطئ الممنوعه ولادكم لازم ما يروحوا لهاش، ما يعوموا في الرشيات، ما يعوموا في السدود، ما يعوموا في البراج، ما يعوموا في القلت، يعني شيء. واذا كان بعيد الشر كانوا ضحايا غرق، نستناو دائما الحمايه المدنيه، ولا اذا كنا بعاد ولا نستفيدوا من هذه الحركات اللي ممكن تنقذ حياتنا. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ممكن التواصل معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، حب وحنان لولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم مؤمن، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب.